اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله القواعد للمبتدئين المستوى الاول. النهارده هنتكلم على البلورال اس او اس الجمع. لو عاوز تتفرج على بقيه الفيديوهات من سلسله القواعد هتلاقيهم في قائمه تشغيل القواعد المستوى الاول، هسيب اللينك في الديسكريبشن وفي اول تعليق. يلا بينا. قاعدة اس الجمع في اللغة الانجليزية هي قاعدة للمبتدئين، لكن صدقني لو انت مش مبتدئ وبرضو بتتفرج على الفيديو دوت هتستفيد، لان انا هشرح الirregulars او الحالات الشاذة. plural s، قاعدة الاس في اللغة الانجليزية من القواعد السهلة جدا مقارنة باللغات الاخرى، فاتفرج لانك هتفهم والحلقة هتبقى بسيطة جدا جدا جدا. يلا بينا نبتدي مع بعض بالقاعدة بتاعت plural s. اولا 80% من الكلمات اللي في اللغة الإنجليزية عشان تجمعها انت بتحط اس، بتجيب الكلمة وبتحط عليها اس بمنتهى البساطة. chair بتبقى chairs، plane بتبقى اللي هي طائرة بتبقى planes، need احتياج، need مش ممكن بس تيجي فعلا، ممكن تيجي كمان كاسم بمعنى احتياج، need احتياج، needs احتياجات، table ترابيزة، tables ترابيزات، وهكذا. احيانا بنحط على الاسم اي اس مش اس. في كلمات في اللغه الانجليزيه لما بتحب تجمعها بتحط عليها اي اس. طيب ده بيحصل امتى؟ لما بيبقى عندك الكلمه في اللغه الانجليزيه بتنتهي ب اكس، زي بوكس جمعها ما ينفعش تقول بوكس، هتنطقها ازاي؟ ما ينفعش تحط اس بس، لازم تحط اي اس، فالاي هنا محطوطه لتسهيل النطق فبتقول boxes، وحتى في النطق كده الاس هنا انطقها زد، boxes boxes. bus اوكي. عندنا كمان bus، الكلمات اللي بتنتهي باس برضو لما بنيجي نجمعها بنحط عليها es فتبقى buses buses buses. الكلمات اللي بتنتهي bsh زي flash تبقى flashes flashes. الكلمات اللي بتنتهي ب ch زي watch watches watches. بعض الكلمات اللي بتنتهي ب o زي potato تبقى potatoes، tomato تبقى tomatoes، تحط es اوكي. في كلمات طبعا استثناء زي فودو ما بيتحطش عليها es، فودو اللي هي الصورة جمعها photos، و بيانو البيانو مثلا جمعوا بيانوز اوكي. لو عندك كلمات بتنتهي ب زي زي باز، باز يعني رنة، جمعها بازز بازز بازز. طيب يبقى احنا اتكلمنا اس اغلب الكلمات اللي في الانجليش، واي اس بتبقى مع بعض الكلمات اللي بتنتهي ب اكس، اس اس اتش سي اتش او، وكمان لو عندك كلمات بتنتهي ب زي. عندنا بقى بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية وعاوزك تركز معايا قوي 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 في النقطة ديت، بتنتهي ب واي، لكن قبل الواي لازم يبقى عندنا حرف ثابت، مهم جدا قبل الواي يبقى عندك حرف ثابت أو صوت ثابت. يعني إيه؟ يعني كل الأصوات اللي في اللغة الإنجليزية هي أصوات ثابتة ما عدا الـ A والـ O والـ U والـ E والـ I. لو لقيت دول القاعدة لا تطبق، لكن لو ما لقيتهمش قبل الواي لقيت كل الحروف التانية في اللغة الإنجليزية يبقى القاعدة الآتية اللي أنا هقولك عليها تطبقها. طب هي إيه القاعدة؟ لو عندك كلمة في اللغة الإنجليزية بتنتهي بواي وقبلها صوت ثابت مش من الخمس أصوات اللي أنا قلت عليهم، أي صوت تاني، ساعتها بتشيل الواي وبتحط اي اي اس. طب ما تدينا مثال يا مستر أحمد عشان نفهم أكتر. تحت أمرك. سيتي مدينة أخرها إيه؟ ركز معايا وبص على الكلمة، واي وقبلها تي، فبنشيل الواي وبنحط اي اي اس، التي ده صوت ثابت فبتبقى cities مدن cities. طيب مثال تاني، factory اللي هو مصنع، واي وقبل الواي عندنا ايه؟ ار، الار ده حرف ايه او صوت ثابت، فالجمع يبقى ايه؟ شيل الواي، برافو عليك، وحط اي اي اس فتبقى factories مصانع. lady اوكي، هنشيل برضو الواي ونحط اي اي اس لان احنا عندنا دي واي فتبقى ladies. طب خليني اختبرك، كي اللي هو مفتاح هنجمعها ازاي؟ ها فكر فيها.
ايوه برافو عليك. الواي قبلها اي، الاي ده حرف ثابت ولا من الخمس حروف اللي انا قلت لك عليهم متحركين؟ لا، من الخمس حروف اللي انا قلت لك عليهم متحركين. يبقى المفروض انك ساعتها تجمع الجمع العادي خالص، ما تحطش اي اي اس، لا انت هتحط اس عادي خالص، اللي هي القاعده العاديه ل 90% من الكلمات في الانجليش. فكي تبقى كيز، بوي تبقى بويز، وهكذا. اوكي، يبقى عشان تطبق القاعده دي لازم يبقى الاسم اخر واي وقبل الواي في حرف او صوت ثابت، لو صوت متحرك بتحط اس عادي خالص. اوكي، واخر حاجه معانا في قاعده الجمع، ان احيانا بنحط على الكلمات في اي اس. طيب ده امتى بقى؟ لو عندك كلمه في اللغه الانجليزيه بتنتهي باف او اف اي، زي وولف، ذئب اخرها اف، فالجمع بيبقى وولفز، وولفز بنشيل الاف ونحط في اي اس. وايف، زوجه اخرها اف اي، هتشيل الاف او الاف اي وتحط في اي اس فتبقى وايفز، وايفز. نايف، سكينه اخرها اف اي، هتشيل الاف اي وتحط في اي اس فتبقى نايفز، نايفز، نايفز. طبعا في استثناءات للقاعده ديت بس قليله قوي، زي روف، سطح جمعها روفز، والشيف اوكي اللي هو طباخ، جمع طباخ شيفز اللي هم طباخين، فالقاعده دي ليها استثناءات بس قليله. يبقى احنا كده شرحنا امتى تحط اس وامتى تحط اي اس وامتى تحط اي اي اس وامتى تحط في اي اس. خليني بقى اكلمك على شويه irregular plurals، يعني جمع شاذ. يعني ايه جمع شاذ؟ يعني جمع لا يتبع للقواعد اللي انا قلت لك عليها قبل كده. هي كلمات كده لازم نحفظها في اللغه الانجليزيه، هشرح لك اشهرهم. اوكي، اول كلمه معانا وهي كلمه child، طفل. child جمعها في الانجليش children، مفيش بقى childs ومش عارف ايه وكده، ما بنحطش اس، هي child جمعها children. اوكي، عندنا man رجل جمعها man، عندنا woman ست جمعها women، women اخرها برضو، بص عشان هي كان فيها man فجمعها برضو في men. اوكي، عندنا tooth جمعها teeth، foot جمعها feet، mouse جمعها mice. بس خد بالك من حاجة، mouse بيبقى جمعها mice لما بتتكلم على فار عادي، فار زي ما ربنا خلقه كده، جمعها ساعتها بتبقى mice. لكن لو بتتكلم على الفار اللي هي بتاعت الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمها بتاعت الكمبيوتر، بتبقى الجمع عادي بيبقى mouses. فدي معلومة مهمة جدا انك تعرفها. عندنا كمان اخر حاجة person اللي هو شخص، بيبقى ليه جمع وهو people. اوكي، صحيح ليه جمع تاني هو persons، بس ده بيبقى في المجال القانوني شويه، وحاجه انتم مش محتاجين تعرفوها في المستوى ده. هكلمك بقى على بعض الاسماء في اللغه الانجليزيه اللي ملهاش جمع وبتعامل معامله المفرد لكن معناها بيبقى جمع، زي staff. staff اللي هو طاقم العمل. اوكي، فبنقول مثلا the staff is great، الطاقم رائع، طاقم العمل رائع. information في الانجليش مفيش حاجه اسمها informations، معلومات، هي ما بتتجمعش زي العربي، هي information في الانجليزي معلومات، هي جمع. اوكي، بس بتعامل معامله المفرد عشان بنحط بعدها is، فبنقول اوكي this is the information I have، دي المعلومات اللي انا املكها. news الاخبار، رغم انها محطوط عليها اس لكن ليس لها جمع في اللغه الانجليزيه وبتعامل معامله المفرد، فبنقول مثلا اوكي this is bad news، يعني دي اخبار سيئه، this is bad news. عندنا كمان equipment اللي هي المعدات. اوكي، الاكويبمنت في الانجليش ملهاش جمع. اوكي، مفيش حاجه اسمها equipments، هي equipment وبتعامل معامله المفرد، يعني بتاخد is او بتاخد has. عندنا كمان furniture الاساس. اوكي، furniture is expensive، الاثاث غالي. اوكي، وهكذا في كلمات اخرى في اللغه الانجليزيه، بس برضو ده اللي انت محتاج تعرفه في المستوى الحالي. ودي كانت نهايه حلقه النهارده، هتلاقي الاكسرسايز او التمارين في اول تعليق، والاجابه عليها بتبقى في الصفحه او بتبقى في الفيديو اللي بعده عشان نمارس مع بعض. ما تنساش انك تدعمني بسبسكرايب
عشان المحتوى ينتشر أكتر ونستمر في إعطاء المعلومة المفيدة لكم. شكرا جزيلا.